موجز لاهم الانباء نقدموه لكم من شوف تي في. اهلا بكم. قدم مصطفى الحية عضو مجلس المدينة اعتذار للرئيس واعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء على خلفية النزاع الذي اثير حول مداخلة ديال القيادي بالبي جي دي واللي اتخذ بعد تصعيدي تحرر فيه المستشارون الجمعيون من كل اصول اللياقة وشرعه في تبادل التهم مجرد ان طرحت النقطة الاولى جدول اعمال الدورة المؤجلة والمتعلقة بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين مجلس الجماعة وشركة ليدك بخصوص مراجعة عقد التدبير المفوض لخدمة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل. في خبر آخر، صبحت محاربة الألم وتطوير علاجات الطفية أولوية صحية على المستوى الدولي والتخفيف من الألم بأقصى قدر ممكن هو بدون منازع إحدى نجاحات الطب خلال 30 عام الأخيرة. وبالانخراط في هذا المنظور، رأت أول وحدة متخصصة في علاج الألم والعلاجات التلطيفية النور بالدار البيضاء، وكيدير هذه الهيكلة الجديدة التي تعد المبادرة الأولى والواحدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب حتى الآن. البروفيسور المعطي نجمي الرائد في هذا المجال منذ أكثر من 20 سنة. في الخبر الاقتصادي، قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أنه المغرب كيصدر سنويا إلى أوروبا حوالي 240 ألف طن من المنتجات السمكية بمبلغ ديال 9 مليار درهم فاصلة 3. وأفاد الوزير في جوابه على سؤال شفوي يوم الثلاثاء أن هناك تقدم كبير في المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري، وأضاف المسؤول الحكومي أنه المغرب كيهدف من المفاوضات اللي كتجمع مع الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى اتفاق متوازن كيعمق الشراكة الاستراتيجية للمغرب مع الشريك الأوروبي وكيساهم في تطوير قطاع الصيد البحري. قامت دنيا باطمة بنشر صور لها على الفيسبوك خلال إحدى المناسبات، بحيث كتظهر في الصورة وهي كترقص خلال مناسبة معينة بعد أن قامت بتغيير لون الشعر ديالها إلى الأشقر، وظهرت بفستان لم يسبق أن ارتدت مثله ومكياج قوي معجب دنيا. اختلفت الآراء ديالهم بين محبين للوك الجديد ومنتقدين له، بالإضافة إلى بعض التعليقات التي نصحت الفنانة الشابة بالتركيز على الفن أكثر من الشكل. في الخبر الرياضي، قال علي الفاسي الفهري رئيس الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم بدعم الناخب الوطني راشد الطوسي على رأس الطاقم التقني للمنتخب من خلال اتصال هاتفي، ومن جانب نقل الناخب الوطني رئيس الجامعة الأجواء الممتازة اللي كتعامل المنتخب الوطني المغربي، إذ أن اللاعبون عازمون على تقديم مردود جيد في باقي المقابلات. وكتجي هذه الطمأنينة من جانب الفهري بعد الأخبار اللي تنقلت الصحافة المغربية بخصوص بحث الجامعة عن مدرب جديد للخلاف خلافة الطوسي مباشرة من بعد نهاية التصفيات المغربية المؤهلة للمونديال. بعد الخبر مشاهدينا، كانت معكم أوراق الموجز، لكم أطيب وأرق تحية من كل طاقم شوف تي في تقنيين وصحفيين. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.